معانا الاستاذ ضياء. استاذ ضياء معانا؟ ان شاء الله. اتفضل يا فندم. استاذ موسى زي الحال؟ الحمد أيوة لله، والله في نعمه كبيره. الحمد لله، الله يكرمك. والله ان شاء الله باذن الله بيجي لي رؤيه كده على طول دايما. اتفضل. ذكر الله. ويجي لي رؤيه ان فتحنا لك فتحا مبينا. وسبحان الله. والحمد لله يعني في القرآن الحمد لله بنقرأ القرآن. أستاذ ضياء. نعم. إذا رأيت أنك في الرؤيا تذكر الله سبحانه وتعالى. أيوه. أنت عارف اللي بيذكر ربنا ده إيه؟ ربنا قال فاذكروني أذكركم. أذكركم. الله يرضى عنك. وقال والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات. وشوف ربنا قال لنا إيه؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. أعظم نعمة. أنت تعرف أن أعظم نعمة ربنا يديها لك ذكر ربنا؟ الحمد لله. واللي فتح ربنا يفتحه عليك هو أنت في بعد الشهادة؟ لا، ما فيش بعد الشهادة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا حمزة وسيدنا جعفر بعد ما انتقلوا في غزوة أحد، فقال أي الأعمال وجدتم أفضل عند الله؟ قال ذكر الله. قال لهما ثم أي؟ قال الصلاة عليك يا رسول الله. قلت لهما ثم أي؟ قال حب أبي بكر وعمر. وأما عن الفتح فإذا رأيت أنك كنت تقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. هذا فتح لك وتأييد من الله، فأكثر من ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. تفضل.